بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ولسه مع قصة سيدنا نوح في صورة سيدنا نوح. تعالوا بنا نقرأ الآيات. يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات بعدما سيدنا نوح أخذ يعدد لقومه: الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، إلى آخر الآيات. كذبوا به، فسيدنا نوح هيشكو لربه: قال نوح ربي إنهم عصوني، يا رب دعوتهم بالجهار وبالعلن وبالسر ونبأتهم بما لهم عندك إن آمنوا من مغفرة وجنات وأنهار وأموال وبنين وإرسال المطر عليهم مضرارا، لم يؤمنوا وكذبوا وعاندوا واتبعوا أهواءهم واتبعوا زعماءهم. إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. اتبعوا علية القوم، رؤسائهم اللي هم الزعماء بتوعهم، لأنهم كانوا بيقولوا لسيدنا نوح: اتبعك الأرذلون، انت ماشي معاك الجماعة اللي هم الضعفاء أصحاب المهن، اللي هي المهن يعني العادية، اللي مش ناس يعني مبسوطين، اللي مش هم علية القوم. فسيدنا نوح بيقول لربنا: إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. لهم علية القوم بتوعهم والرؤساء بتوعهم مكروا في إغوائهم وفي تزيين الأهواء لهم، وأنهم أوصوهم ألا يتبعوني وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دولا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وقال إن هم كانوا ناس صالحين وماتوا ودفنوا، وبعدين الناس عملوا القبور بتاعتهم أصنام واتبعوا هذه الأصنام وعبدوها من دون الله جل وعلا. وقد أضلوا كثيرا، هؤلاء القوم أضلوا بعبادتهم لهذه الآلهة، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. اتباع الأهواء واتباع الرؤساء وعبادة الأصنام واتخاذها آلهة من دون الله، لا تزد الظالمين إلا ضلالا فوق ضلالهم مما خطيئتهم، من جنس الخطايا ربنا هيعذبهم. أغرقوا فأدخلوا نارا. وخدوا بالكم، عندنا في علم التوحيد في الأزهر الشريف الآية دي بناخدها دليل على عذاب القبر: أغرقوا فأدخلوا نارا. يبقى الإغراق هوت، وأدخلوا نارا بعد كده في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى في عذاب في الدنيا بعد الإغراق، في عذاب بعد الغرق ويوم القيامة. أدخلوا نارا بعنادهم وتكذيبهم لسيدنا نوح عليه وعلى نبينا السلام. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، ما فيش حد هيمنعهم من عذاب الله جل وعلا. وبعد كده سيدنا نوح دعا على قومه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذه الآيات تحتاج إلى وقفة في اللقاء القادم إن شاء الله، نقف معها لنستفيد ونستخلص الدروس والعبر من قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا السلام. أروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.